بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مش هعرف ابدا كده. طب خلاص خلاص، طيب خلاص، طب خلاص. انتوا عارفين مش هيسكتوا الا بحاله واحده بس، هسكتهم لكم دلوقتي وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، عرفت اسكتهم لكم اهو، ولا في ضجه ولا في اي حاجه. بص الاكل نزل على الروميه. يلا الحمد لله. يلا بقى نبتدي بقى فيديو النهارده، ونبتدي بقى كلاكيت تاني مره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صليتوا على الحبيب وذكرتوا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم جديد وروتين جديد معاكم يعجبكم بمشيئه الرحمن. مش هتنسونا في اللايك الجميل، عشان انا زعلانه منكم قوي قوي اليومين دول طبعا، بس عذراكم يعني، وانا زعلانه وعذراكم. مش عارفه بقى الكلام المتناقض اللي انا بقوله ده، بس طبعا من عشان فيكم طبعا. عارفه ان كان في ناس كتير وانا منهم، والله كان عندي بنتي بتمتحن، فالحمد لله ولله الحمد، ربنا ينجح مقصودكم جميعا. وبالمناسبه كان جانا تعليق كده، تلميذ كده اسمه مصطفى، قال له النبي يا طنط ندى اذكري اسمي، قولي يا رب ينجحني عشان كل الناس تدعي لي. اسمه مصطفى، وقال لي ومامتي اسمها ايمان. ادعوا بقى لمصطفى ابن ايمان ان هو ينجح، وبالنجاح والتوفيق والسداد للجميع ان شاء الله. اي خدمه يا عم مصطفى، ربنا ينجحك. شد حيلكم كده ان شاء الله، عايزين دكاتره وعباقره كده معانا. طبعا بمشيئه الرحمن الروتين النهارده انا طالعه بدري، مسكت ذكر البط الشرشر دوت، هسخن الميه بقى كده ايه، وهمرشه مرشه محترمه كده، وحياه النهارده بقى ايه حله محشي، لان ما للاسف طلعوا بقرين كنت عايزاهم لتايتين. وعايزه اقول لكم ان هم تقريبا الشرشر بيعوق جدا على ما بيكسر، فعندي على السطح الاثنين ما لهمش لازم. انا ممكن اسيب واحد اهو، الست دوت اهو، ودوت هذبحه احنا ورزقنا بقى فيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا النهارده فقره معلومه على الماشي يا جماعه، التعليقات دي بتجيني كتير. يا ندى عايزه اربي كتاكيت، بل ثواني بس الذكر دوت احطه في قلب الاوضه اللي هنضف فيها وارجع لكم عشان اعرف اتكلم. تاني دخلت الذكر في قلب الاوضه. ناس كتير بتبعت لي نفس التعليق ونفس فقره معلومه على الماشي اللي بنقولها خلال الاسبوع ده، انا متهيألي قلتها مرتين. يا ندى عايز اربي فراخ بلدي، يا ندى عايز اربي فراخ طبيق، يا ندى عايز اربي فراخ ترقه، يا ندى عايز اربي الفراخ الساس، يا ندى عايز اربي الفيومي، انهي نوع للبيض؟ انا كندى انا بفضل صراحه الكتاكيت الفيومي والرزي، فيها انتاجيه للبيض ممتازه جدا جدا. فطبعا ده مش هيمنع لو لقيت موجود عندك البلدي ماشي، البلد المشعر ماشي، البلد الهجين ماشي، الرزي الساس والفيومي. بصوا فيك انواع كتير من الفراخ، فالمتواجد عندك هاتي. اما الفراخ اللي بترقد، هرجع واقول برضو الفراخ الوحيده اللي بترقد مليون في الميه زيها زي البط كده، يبيض يخلص بيض يرقد تلقائي من نفسه، هي الفراخ الهندي. هي الفراخ الهندي. الاثنين دول ما شاء الله ايه، جات لنا صفقه فيهم كده وهتم بيعهم ان شاء الله، بس لسه بقى يفضلوا ايه ضيوف معانا كده على السطح كام يوم لحد ما صاحبتهم تاخدهم، ربنا يبارك لها فيهم ويطعمها منهم رزق حلال كده ان شاء الله، وان شاء الله يطعموا لها سطحها كده بالخير والرزق والبركه بمشيئه الرحمن. وكل ما يخرجوا عندها كده وبشروا لها بحاجه حلوه تفتكرنا بدعوه حلوه، اللهم امين. فاتكلمت كتير يا ندى، مش عارف استقبل الفراخ يعني. يا جماعه والله البط، الوز، الرومي، اللهم صل وسلم وبارك، الفراخ، اي نوع فراخ، حتى السمان، حتى السمان استقباله على محاليل جفاف. اول يوم استقباله بيبقى على محلول جفاف لمده 8 ساعات، وبعد ال 8 ساعات بتبدا تدي التحصينه. جاني تعليق برضو امبارح، يا ندى هو دي كلب 12 دوت ينفع اديه الكتاكيت عمر يوم؟ طبعا هرجع واقول برضو اي كتكوت عندك عمر يوم، في ناس بتستقبل على عسل اسود، في ناس بتستقبل على معلقه سكر،
في ناس زي انا وبحب محلول الجفاف تستقبل على محلول الجفاف لمده 8 ساعات، وبعد ال 8 ساعات يا ست تحطي اللي انت عايزاه، ممكن تحطي ديكال ب 12، ممكن تحطي فيتامين، بس لازم سقوة فيتامين وسقوة مضاد حيوي لازم، بس سقوة الفيتامين ديت ممكن يوم تحطي سقوة مضاد حيوي والسقوة بتاع اخر النهار مثلا تخليها فيتامين، وتاني يوم تخلي سقوة مضاد حيوي والسقوة التانية تبقى كالسيوم. يعني بصي الحاجة فيتامينات كالسيوم املاح معدنية، الحاجات دي بصي مفيدة جدا، مفيدة جدا للطير عندي. انت يفضل كمان لو فراخ كبيره زي عندك زي كده، وده اللي هعمله ان شاء الله الفتره الجايه مشيت الرحمن. بس ايه اليومين دول الدنيا ملخبطه لاني ما بجيبش بالشوله، انا ببعد دلوقتي اجيب طلب بطلب يوم بيومه، وده انا عايزه اقول لكم خرب بيتي في المصاريف جدا. فانت لما توفقي مبلغ على بعضه كده وتنزلي تروحي تجيبي الاكل بتاع طيورك بالشوله يوفر معاكي كتير كتير كتير. فان شاء الله لما انزل اجيب لهم الاكل بتاعهم هجيب كيس املاح معدنيه كده هتقلبيه على الاكل بتاعك كله، مفيد جدا جدا جدا. الناس اللي عايزه توفر كمان، شفت السمك البساريه اللي هو الصغنون قوي ده اللي بيتباع في السوق، مش عارفه الكيلو باين ب 15 جنيه تقريبا، وانا مش عارفه ب 20 جنيه والله ما اعرف بكام. بتجيبيه بتسلقيه، ممكن تحطيه على الخلطه بتاعتك دي، انا لو تعملي خلطه عيش على رده وتحطي معلقه املاح معدنيه ولا حاجه عليها ينفع تحطي برده منها شويه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله اللهم بارك. شكله تحفه قوي وقاعد. ده عايز صوره بقى يا عم الحاج، عايز صوره. وعيه وليه من وراه اه كده. عايز اقول لكم ان هو بيحب التصوير قوي، هو دلوقتي عشان تعب بقى فرهد، الجو حر. انت بصي طلعنا والجو حر كده، وانا ما بحبش اصور والجو حر فانا عذراهم والله. اللهم صل وسلم وبارك، شايفين الله اكبر. انا عايز اقول لكم انا بفتح امبارح، انا بيت الوز الكبير بالصغير بالخرج تفت شيء بيت كلهم في قلب الاوضه. اللهم بارك. عايز اقول لكم انا بفتح باب الاوضه عليهم دلوقتي في بدايه الفيديو، انا اللي خلاني دخلت جوه في بدايه الفيديو ان انا ما خدتش بالي ان الوز ده خرج ما شاء الله. عايز اقول لكم لما المكان بقى واسع ليه بقيت اسيبهم مع الطيور. اللهم بارك، شايفين الحجم بتاعهم، شايفين ما شاء الله. اللهم بارك، يعني ما عرفتهمش. سيبكم من المعروضه دي، المعروضه ديت اصلا لو ترجعوا للفيديوهات بتاع الاسبوع اللي فات ما كانتش موجوده معانا اصلا، انا كنت عازلاها على جنب كده لان لقيت ريشها كله سقط مره واحده كده. طبعا عايزه اقول لكم اليومين اللي انا جات لي وعكه صحيه كده، عايزه اقول لكم ان الصيد بتاعتي اتظلمت جدا جدا، فعشان كده بقى انا راجعه بحيويه ونشاط وعوضهم بقى الثلاث ايام اللي انا ايه ما يعني في التاثير فيهم، حتى والله برده في انتاج البيض. يعني برده الاطفال مش هتعرف توالي زينا كده، ما بيواليش الحاجه الا صاحبها، ف كان في تاثير جدا حتى في انتاج البيض. فالحمد لله ولله الحمد، ايه واحده واحده كده ربنا يكرمنا ونبدا ان احنا نعمر سطحنا ونخلي طيورنا كده ترد ايه الدمويه فيها كده. طمنا على دول، واتمنى تكون فقره معلومه على المشي ديت عجبتكم. والناس اللي بتسالني برضو على السمان، يا جماعه انا كان في فيديو كامل يمكن 15 دقيقه كاملين كده ما خدتش باقي روتين على السطح غير 5 7 دقائق كده للطيور، اما الفيديو كله تقريبا اليوم اللي دبحت فيه السمان ارجعوا فيه وهتلاقوا ان انا متكلمه بكل حاجه بالتفصيل عن السمان، وفي فيديوهات سابقه قبل كده برضو ساعه ما قلت لك اتكلمي على السمان في كل حاجه تخص. فارجعوا للفيديوهات دي يا جماعه عشان بس ما نفضلش نعيد في الكلام، نعيد ونزيد، احنا عايزين جديد وجديد على قناتنا كده بمشيئه الرحمن ونستفيد، مش اللي نقوله نعيده ونزيده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. بص الوزه اللي جوه عند السمان هتتجنن عشان فيها البراءه. حط لك انت علف دلوقتي بس اصبري اصبري الصابرين على خير. بس قبل اي حاجه بقى تعالوا صحيح، انا ما فتحتش على الحلويات والجاتوهات. طبعا انا لما بطلع بالليل كده اطمن على حاجتي لقيت الجو ساقعه، فقمت ايه حاطه الشوال من جوه كده على دول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، منورين يا رجال، منور يا عم وحيد منور. يا اختي سمالة كده على اللي مش عايزه تزيد ابدا، يا اختي سمالة كده، ما زدتش هتاكلي علقه، ما زدتش هتاكلي علقه. وحلوياتنا وجاتوهاتنا اللي تحت طبعا بفتح لهم اللمبه للحراره ديت، بفتحها لهم بالليل يعني على الساعه 12 كده ولا حاجه، والصبح بدري اول ما بفتح عيني كده النهارده قافلها عليهم الساعه 6 وانا بحس ان الشمس طلعت كده عشان ما يجيلهمش احتباس حراري. استنى بس عشان البتاع عمال يطير في عيني من فوق، فقمت قافله اللمبه الصبح. الكتكوت بص يعني حاسس ان هو وحيد كده، مش يعني مش متاقلم ما شاء الله. شايفين الكتاكيت فين؟ انا عايزاكم هنا اه في الاضاءه هنا،
بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا حطيت كل الروم بتاعي من امبارح هنا في قلب السلاكه في عين واحده ما شاء الله. انا شايفه ان مفيش اي مشاكل يعني ولا اي اثار جانبيه، الدنيا تمام وزي الفل، ربنا يبارك لنا فيهم كده ويحسن دورتهم على خير ما شاء الله. هديتوا هديتي يا حاجه؟ بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان هم مدهولين الدنيا علف، شايفين كميه علف. المفروض ان انا لسه انزلها في الارض بس لا عقابا ليكم هسيبها لكم تنعنقوا فيها كده ماشي ان شاء الله. بص كده بص كده كنت واقفه فين، بص كده كنت واقفه على الرمل شكلها عسل عسل ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هم راحوا فين؟ اصبروا بس نوصل لهم. الناس اللي كانت مكلماني على الرميتين دول للاسف والله ايه انا ما كنتش برد عليكم لان كان في حد قايل عليهم، فاضطريت ان انا اشوف الاول هياخدهم ولا لا. فهو خلاص لما انهى معايا كلام النهارده الصبح ان هو خلاص هياخدهم، فخلاص مش هينفع ان انا ايه، وان شاء الله الدوره اللي معانا في السلكه ديت برضو يشدوا حيلهم شويه كده وهنبدا نبيعهم. ماشي ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم اللهم بارك الاثنين لو الذكر والانثى لو اتحطوا على الميزان هيعدوا الكيلو ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا طلعت من الناس اللي بتسال الرومي ريشه كان واقع كله ليه، انا والله حبيبتي كنت راقده رقدت الثلاث ايام تحت، طلعت لقيت الطيور بتاعتي اللي حالقه واللي واخده اجازه واللي تعبانه زيي، يعني لقيت ايه الطيور بتاعتي ايه الحمد لله على كل حال. ليه ليه يا ماما ليه؟ ده بقى مضيوف معاك يا حبيبتي عيب كده؟ ما شاء الله اللهم بارك شايفينهم. انا عايزه اقول لكم ان الذكر بيقف جنب النتايه الكبيره اللي عندي دي اللي لسه من على البيض والله العظيم قرب يحصلها. ربنا يعمر سطحها كده بيهم ويبارك لها فيهم كده بمشيئه الرحمن ان شاء الله. اللي في السلكه يشدوا حيلهم برضو وهيتم البيع بيه منهم، يعني انا هنخليهم نعمل بهم ايه. طب تعالوا بقى نسمي بالله ونطمن كده على الحمام بتاعنا. الحمام بتاعنا النهارده احنا جبنا عيش ناشف بس لسه ما دقتلهمش بقى عيش ناشف، هنطمن عليهم وارجع ادق لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الدنيا تمام زي الفل. طبعا البيضه يا ندى بتاعت البطايه اللي كنت حطاها ناس كتير دخلت وقالت لي يا ندى انت كنت حاطه بيض للبط ليه تحت الحمام وانت عندك البطايه بتاعتك رقدت؟ يا جماعه البيضه دي كانت اول بيضه البطايه بتاعتي باضتها بتكسير الذكر ده اول مره يشتغل عندي الذكر المسكوف اللي عندي بره. فبناء على طلبكم برضو انت اللي قلت لي حطي واحده جربيها اعملها كتست كده تحت الحمام اسبوع وشوفي فيه كسر ولا لا، والحمد لله ولله الحمد لقيت ان فيه كسر. بس طبعا الحمام لما البيضه بتاعته الصغيره خلال الفيديو الاول امبارح تقريبا انا مش عارفه امبارح البيضه بتاعته باظت بردت، لان الفكره ان احنا بنحط بيض تحت الحمام كده بيبقى فيها خسائر برضو. لما بردت فهم بالتالي بقوا يقوموا من على البيض كل شويه ويطلعوا، فلقيت البيضه بردت والجنين اللي فيها ميت فشلتها امبارح، يعني قلت ملهاش لازمه حتى عشان النتايه تلحق تعبي لي بيض وتبيض تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش عاجبك الوضع هنا ليه بقى؟ انت نكشلي بقى كل بيضه واحده في شرق وواحده في غرب ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. انا حاسه ان شايفين ان شاء الله الكتكوت بتاعي، استنى افتكم الفلاش لان مش هيبان برضو مش باين. طيب بصوا انا حاسه ان في نقر كده اهوت ما شاء الله كده باين اوضح اهوت ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله بكره كده نطلع معاكم باخبار جديده ومفاجات حلوه كده بمشيئة الرحمن. كل ده بفضل دعواتكم وبفضل حبكم لينا وبفضل ربنا اولا ما شاء الله اللهم بارك. بس انا بص كل اللي في العشه كوم وانت يا سيدي الناس كوم، لان ده بص اول حاجه تشتغل عندي كده من طيور من حاجتي من خارجي من الحمام اللي تبعي. بسم الله ما شاء الله. تعالوا نسمي بالله نشوف البطايه بتاعتنا. طبعا البطايه هنتكلم بس عشان نقول لكم المواعيد اللي البط بتاعي رقد فيها عشان نبقى مع بعض واحده بواحده، لان اختكم بتنسى كده دي حاجتكم. عفوا عن الصوت. انا طبعا هشيل الاكل ده
جبت لها النهارده تشيشه على حبه من العلف كده، هي حاجه رائده عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اللهم بارك. بصي بوزها فقر والله، شوفها عامله ازاي، عامله زي البومه ازاي، بومه مش مرتاحه لك، وشكلك مش هتكملي معايا على السطح. ليه بقى؟ يلا اللهم بارك، باضت في حدود 10 11 بيضه، والله ما صلى وسلم وبارك يا اختي، اسم الله عليها، اللي كسرته كسرته واللي كلته كلته، وكان منهم بيضه تحت الحمام، يعني مش راقده غير على اربعه. دي انا هعلمها الادب، عارفه ما طلعتش الاربعه بقى هتاكلي علقه. طيب هي كده رقدت معاكي من يوم كام يا ندى؟ البطايه بتاعتي كده راقده معايا من يوم 10 في الشهر، البطايه راقده من يوم 10 في الشهر. طب هي راقده على اربع بيضات بس يا ندى، انت هتخليها تكمل الرقد على 10 بيضات بس؟ ده طبعا لا، انا بدات خلاص بقالي يومين كده من ساعه ما لقيتها كتر ريش ان انا احوش لها بيض من الفراخ. وطبعا باجي بحجز الديك الابيض في عشه كده لوحده مع فرختين، لان عايزه الكسر كله يبقى بالديك الرزي، لان الديك الابيض برضو انا متاكده مليون في الميه ان هو برضو لسه مش شغال ومش هيشتغل، يعني الديك الابيض ممكن كمان اخده اذبحه. فطبعا بنعمل تهجين دلوقتي، عندنا الديك الرزي وعندنا الفراخ بتاعتنا اللي بتبيض دلوقتي بلدي حر، والفراخ البياضه. فما شاء الله بحوش لها دلوقتي، المفروض ان هي راقده يوم 10. طيب بعد 10 ايام هنحط لا راقده يوم 10 ايه ده، النهارده 15، يبقى هي راقده يوم 14. لا يبقى هي، عفوا معلش اعذرونا، البطيه بتاعتي دي هتراقده يوم 14 في الشهر. طيب يبقى هنحط 10 ايام على 14، يبقى 24 يوم، يبقى يوم 24 في الشهر هبدا احط لها بيض الفراخ اللي انا هحوشه لها، ومن يوم 11 الشهر الجديد هبدا ارش البيض بتاعي مره الصبح ومره بالليل. تمام كده التواريخ، هحاول ان انا اجيب اي حته جير هنا وهكتبها جنبها على الحيطه عشان ما ننساش، يعني كمان 10 ايام كده بمشيئه الرحمن وهبدا احط لها البيض بتاع الفراخ بتاعتي. طبعا خليكي راقده، خليكي، ده انت عايزه علقه، انت عايزه علقه والله. جبت لك دي شيشه اهو، ها وانت عامله زي البومه كده، ما تسمر فيه. يلا اي خدمه يا شيشه، والله دوره، دي دوره على تشيشه. صدق ينفع ان انا احط منها للحمام بتاعي؟ هكسر حبه عيش ناشفين دلوقتي على حبة من الذرة والدشيشة ديت واحط للحمام بتاعي. النهارده ما اشتريتش كل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا انا دقيت لهم حبة عيش اهو، بصوا دقيت حبة عيش وقلبت عليهم حبة من الدشيشة على الذرة كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه كده شطاء كل. ان شاء الله اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بالمره بقى ايه، عشان انا الروتين كده تقريبا هيطول مني والوقت هيبقى زياده معاكم، واضطر ان انا همسح منه. طبعا البرسيم لسه ما جاش، هنحط حبه كده الارنفل دول يقعدوا يقزقزوا فيهم كده. يلا اي خدمه، ازقزوا فيهم كده على ما ايه البرسيم يجي، ونجيب لكم البرسيم. النهارده جاي لي خضره، كميه خضره محترمه كده ان شاء الله نبقى نحط لهم. يلا نسمي بالله كده يا وليه، خضتين خضتين يا بنت اللذينة. طبعا هي كانت بتبيض، لا دي مش البيضه بتاعتها، هي لسه ما كانت داخله تبيض، دلوقتي طالعين بدري. طب يعني الحمد لله، ادتني امل ان انا طلعت كمان ساعه كده ولا حاجه الاقي بيها. طبعا تمام، طبعا الارانب بتاعتي واضح عليها جدا ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا الفراخ بيضه فين، واضح عليها جدا ان هي خلاص دخلت على ولاده ما شاء الله اللهم بارك. فنحاول نظبط لهم الاداء كده ونظبط الدنيا بمشيئه الرحمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله اللهم بارك. يلا حلوين، طبعا اي بيض بنجيبه دلوقتي ما بيبقاش للاستخدام البشري والله. بحوش بيض للبطايه بتاعتي زي ما قلت لكم، وبسلق للروم بتاعي. تمام كده، تمام
تعالوا بقى هفرك بقى كده حبه علف. بصوا الطيور لما بتبقى شبعانه ومركونه كده على جنب بتديك احساس بالراحه، شايفين شكلهم بيبقى هاديين كده، مهدين سر مع بعض. لا ليه 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 دي طيب ليه، ده انا لسه بقول مهدين سر مع بعض، عيب كده. هفرك بقى انا دلوقتي اللي عندي في السلاكه من فوق، انا مش هفرك بقى يعني، انا كنت بحط لهم بطاطس عشان كان الرومي الكبير معاهم، فانا لا دول خلاص البطاطس اللي انا سلقاها مع البيض هفركهم مع العلف لكتاكيت الرومي اللي تحت، ودول هحط لهم علف بس. ما شاء الله اللهم بارك، منورين يا رجاله. يغرس مله كده، يغرس مله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البيض وادي البطاطس. بصوا كده فركت بقى البيضه المسلوقه مع البطاطس المسلوقه فركه محترمه كده زي ما انتم شايفين. انتوا خليكم هناك اتخانقوا على حته بياض من البيضه لحد ما الفرختين ياكلوا شويه الصفار والبيض اللي في العلق. ما شاء الله اللهم بارك. فرخه الرومي اللي في قلب الطبقه الصغننه دي اللي مخرجه معانا تحت الحمام. انت مش جعان يا عم الحاج؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا الكتاكيت اللي مخرجه عندنا هنا ديت كتاكيت الفراخ مع الكتكوتين اللي فوق وحيد واللي معاه فوق، دول ما فيهمش الا واحد بس تهجين من الرزي على البلدي، اما الباقي من الديك اللي ذبحناه اللي كان بلدي مشعر مع البلدي، فما شاء الله يعني ايه مشيئة الرحمن تطلع الوانهم تحفة وجميلة كده ان شاء الله. هو واضح على ريشهم شايفين الوانتهم ما شاء الله يعني جميلة. ما شاء الله شكلهم عسل كده، انا بحب اشوفهم كده في قلب طبق الاكل كده وهم بياكلوا، سبحان الله بيبقى شكلهم حلو قوي. طبعا انا نزلت لهم طبق التحضين الكبير دوت لان انتوا شايفين كميه العلف اللي مهضوره في قلب السلكه قد ايه، كميه كبيره يعني، فقلت لا نحط لدول كده بما ان عددهم كبر نحط لهم كده طبق التحضين. والبطتين مع الكتكوتين اللي فوق هنحط لهم بقى في قلب الطبق الصغنن، طبق التحضين الصغنن. بصوا يلا عشان الفيديو كده ايه الوقت سرقنا والوقت كبر مننا كده شويه، فهضطر ان انا همسح كتير لان لسه ما شفناش السمان واطمنا عليه ولا حطينا له اكل اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايزه اقول لكم ان اتضح لي ان الفرخه بتاعتي ديت رجلها مكسوره وللاسف دي كده مش هتنفع. بصوا رجلها مكسوره، كسر الرجلين. مش قادره اقف على رجلين. بص انا هسيبها برضو ايه يوم كامل كده تاني معايا، لو ربنا ما تم شفاها هذبحها عشان خساره يعني. بص 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 قصه مش قادره اقف عليها خالص، ازاي بقى لها 3 ايام معاهم هنا وبتاكل في علف. هاي تاكل زي الدراعه كده، تاكل زي مكنه شغاله في الاكل. الوزة اللي ما شاء الله اللهم بارك شايفاها شدت حيلها كده وبقت عسل كده. يلا بصوا بصوا الفرخة بتاكل ازاي، شايفين رجلها؟ للأسف مش قادرة تقف على رجلها خالص،
وحتى العلاج اللي جبته للبيض ما طلعتوش، يعني بحط لهم دكايه الكالسيوم في قلب الميه عشان خاطر الفرخه دي بالذات. فبصوا الارزاق طبعا على الله، طبعا هملا لهم الميه دلوقتي وهحط لهم ديكال في الميه برده كالعاده، واللي لنا نصيب في حاجه يشوفها ان شاء الله يومين كده بالكتير قوي. لو ما شدتش حيلها هتبح عشان هي مش قادره تقف على رجلها خالص، رجلها مكسوره. بس وكده حبايبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. ايوه 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 يا اختي سمال عليكي كده فرحتيني. طب خدي حبه علف تانية، والله مخسره فيك، والله مخسره فيك يا ست الحسن والجمال. يلا كل كده حبايبي اكون وصلت معاك. لا 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 لا، شدي حيلك يا حاجه كده، شدي حيلك ان شاء الله يا فرخه فيومي، وازعل جدا لو جرالك حاجه يعني. فبالنهايه كده ايه، نكون وصلنا معاكم لنهايه الروتين النهارده. اتمنى الروتين كده كان خفيف على قلبكم وعجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم روتين النهارده ما تنسوناش في اللايك الجميل، ولو اول مره تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس للكل. احلى اخوات واحلى متابعين، منتظركم بقى في الكومنتات. اللي عايز يستفسر على اي حاجه يكتب لي وانا بمشيئه الرحمن برد عليكم، ولو في تعليق مش هعرف ارد عليه في كومنت ومحتاج شرح كبير فبرد عليكم تاني يوم في الفيديو كده زي ما حضراتكم سمعتوا. يلا انتظروني بكرة في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.